وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعي، طبعا افتتاحها سيادة الرئيس من أيام قليلة فيرتشوالي. والوحدة يعني بتتكون من 7 كبسولات زرع نخاع، ومن غرفة لفصل الخلايا الجذعية، ومن معمل لتجهيز وتجميد الخلايا الجذعية. الوحدة طبعا بتخدم 4 محافظات: اسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ. كل المرضى من هذه المحافظات ممكن بترين عندنا اللي محتاج فيهم لزرع النخاع. الوحدة نظام العلاج فيها بيكون عن طريق التأمين الصحي أو عن طريق نفعة الدولة، يعني المريض ما بيدفعش أي أموال زيادة. الحقيقة إن الوحدة دي تم إنشائها من 2014، وكانت مبنية على كلها على فكرة إن إحنا نخدم المرضى الموجودين وعندهم مشاكل كتيرة، لأن هما بيعانوا من أمراض الأورام سرطان الدم باختلاف أنواعها، ودي بتبقى مشكلة كبيرة وبتحقق يعني بارقة أمل لكل واحد بيطمح إنه يحصل له يعني شفاء أو شفاء من الأمراض السرطانية. كمان دي بتساعد كتير في القضاء على قوائم الانتظار الموجودة تبع المبادرات الرئاسية. مستشفى المواساة الجامعي أكتر ما يميزها إن هي مركز متميز لزراعة الأعضاء، مش بس زرع النخاع، عندنا زرع الكلى وزرع الكبد. فعشان كده عشان إتمام المنظومة، عشان تبقى مركز متخصص للزراعات، هي موجودة في مستشفى المواساة الجامعي. هي الفكرة إن البرنامج الرئاسي بيساعد كتير جداً، لأن تكلفة العمليات دي بتبقى تكلفة باهظة بمئات الألوفات، فهو البرنامج الرئاسي بيدعم جداً التكلفة دي. وإذا كان في أي فروقات بين القرارات بتاعت سواء التأمين أو نفقة الدولة، البرنامج الرئاسي بيكمل عليها، بحيث إن العيان بيوفر له إن العيان مهما كان مستواه المادي هو لا يتحمل أي أعباء مادية للتلقي العلاج داخل المستشفى. والله طموحاتنا للمستشفى، عشان يبقى كلام حقيقي واقعي، احنا هدفنا ان احنا نوصل لكل المرضى، لان المرضى بتوعنا ذو طبيعة خاصة عندهم، او كل الامراض صعبة، بس المرضى بتوعنا كلهم بيعانوا من امراض سرطانية، عندهم امل في الشفاء، واحنا عاوزين نوصل لهم باسرع وقت، لان اي تأخير ممكن يعرض حياتهم للخطر.